هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها الولايات المتحدة قرارا على مجلس الأمن، وصوتت دولة جزرية صغيرة فقط لصالحه وهي جمهورية دومينيكان. انظروا إلى أين أوصلتهم جهود أمريكا، يا له من وضع بائس. أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانا يوم الجمعة مفاده أن الولايات المتحدة اعترضت 4 ناقلات نفط تحمل نفطا إيرانيا إلى فنزويلا وصادرت أكثر من 1,000,000 برميل نفط. وقال روحاني في نفس اليوم أن هذه السفن وأعلامها لا تنتمي لإيران، وكانت الخطوة الأمريكية هذه مجرد التغطية على فشل مشروعها المناهض لإيران في مجلس الأمن. كما أدان روحاني في اليوم نفسه قرار الإمارات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل والذي تم إعلانه يوم الخميس، وحذر الإمارات من ترك موطئ قدم لإسرائيل في منطقة الخليج.